اشتغلت في الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، واشتغلت في حاليا في المؤسسة الاتحادية للشباب. ما شاء الله. انزين بدور، استوت لك تغييرات في حياتك، شو تفكيرك يعني يومية حق جانب التغيير؟ التغيير بالنسبة لي تحدي، وقدرت اني اجتازه واعتبرته مرحلة لتطوير مهاراتي واكتساب مهارات جديدة. ما شاء الله. سو لو فكرت فيها تفكيرك انت من ناحية التغيير، الحمد لله شيء ايجابي. في اكيد يعني بعض الناس التغيير حقهم يكون من جانب سلبي، ليش هي تفكيرهم؟ هم يمكن كثير من الناس يعتبرون ان التغيير صعب بالنسبة لهم، لانهم في الفترة الحالية يعتبرون اعمارهم في مرحلة او ضمن منطقة الراحة، فتتولد عندهم تخوفات متعلقة بالمسمى الوظيفي، بالامتيازات، بالزملاء الجدد، بيئة العمل. انزين بدور، نصيحة لهالفئة من الناس. أنصح زملائي في العمل أن يبتعدون عن جميع الأمور اللي تسبب لهم الجو السلبي، ويبتعدون عن الناس السلبيين اللي يخلونهم يأثرون عليهم في حياتهم، وأن التغيير يكون لهم بداية جديدة. بالإضافة أن لا يزعلون ولا يتضايقون إذا ما تحققت أمنيتهم أو ما تحقق هدف من الأهداف، لأن رب العالمين كاتب لهم الوقت المناسب لتحقيق هذا الهدف أو غاية الأمنية، فيكون عندهم إيمان بالقضاء والقدر، وأن كل شيء رب العالمين كاتب لنا لهم أن فيه خير، وأمر المؤمن كله خير. شكراً وايد بدور، شوفك على خير.